وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب، وخلوني على السريع أذكر بقوانين الفقرة هذه. أولا، هي الفقرة تأتي استنانا لما يقوله العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. اثنين، أن ما يطرحه الدكتور العرفج حول ما يقرأه من كتب يمثل وجهة نظر ورأي وقراءته لهذا الكتاب، تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف تماما. ثلاثة، أن ما يعرض من تلخيص أو من قراءة أولى عن الكتاب لا يغني بأي حال من الأحوال عن قراءته. ورابعا، نحن نقدم هذه الفقرة مواكبة لما تدعو إليه رؤية السعودية 2030 في مجتمع معرفي مطلع وقارئ. الكتاب اليوم سيستعرض لنا الأستاذ القدير تركي المحمود عن عادة الحظ. خلونا نسمع إيش قال ونرجع نعلق. أهلا وسهلا بكم، هذا التصوير خاص ببرنامج يا هلا بالعرفج. من الكتب المميزة التي سوف تغير طريقة تفكيرك كقارئ إلى الشكل الإيجابي، وكيف تتفاعل مع حياتك، كيف تتفاعل مع ما تواجهه بشكل آخر، هو كتاب عادة الحظ لدوغلاس ميلر. احنا نشوف في الحياة ناس محظوظين جدا، تقول كم هذا الشخص محظوظ، كيف الأمور قاعدة تجري معه بهذا الشكل. بعض الناس ممكن يقول وين العدالة في الموضوع، لكن بعد ما تقرأ الكتاب راح تعرف أنه هؤلاء المحظوظين ركزوا على طريقة تفاعلهم مع الحياة والأساليب التي يتفاعلون بها في محيطهم، وبالتالي أصبحت الأمور تمضي معهم بشكل إيجابي مما طور من نمط حياتهم. في الكتاب يقدم دوغلاس ميلر 20 عاملا للحظ. هذه العوامل بعد قراءتها سوف تقوم أنت بإعادة تشكيل طريقة تفاعلك مع الحياة ومع الآخرين. سوف تتغير أنماطك، وبالتالي سوف تتغير ما تكسبه من هذه الحياة، مما ينعكس بشكل إيجابي على ما تكسبه في هذه الحياة. كتاب جميل، راح تعرف كيف أنه أثر فيك بعد ما ترى النتائج الإيجابية على أرض الواقع. شكرا للأستاذ تركي المحمود، كتاب عادة الحظ لدوغلاس ميلر في قراءة للدكتور أحمد العرفج. تفضل يا دكتور. طيب أبشر أبشر، بس قلب أوراقك وخذ راحتك. خلني أقول معلومة بس قبل ما تبدأ. تفضل. إنه اللي ملاحظ اهتمام الدكتور بالآونة الأخيرة بهذا الموضوع كان واضح وملموس، وعنده كثير من الأشياء اللي كتبها. أرجع وأقول دائما وأبدا تقبل الاختلاف كما تقبل الاتفاق، لها علاقة بقراءته لموضوع الحظ والاستعداد للحظ، والمين يجي الحظ والمين ما يجي الحظ، مين يقتنص الحظ، وغيره من الأشياء اللي تتماس مع هذا الموضوع المهم واللي متداول وخاضع للنقاش بشكل أبدي يعني على مر الأزمنة. تفضل دكتور. شوف طال عمرك، أول شيء أنا بشكر أبو سعود الرجل النبيل تركي المحمود اللي دائما الحقيقة هو لم يعد يعني مشارك، هو أصبح أحد فريق الإعداد، وإحنا نتشرف بوجود قامة زيه. ثانيا، لا أخفيك أني الآن لي سنتين وأنا مشغول في موضوع الحظ، شغل علمي ديني مع بعض، معادلات فيزيائية على العلم، وأرجو أنك تحلم علي وتعطيني فرصة أبين ماذا أقصد بالحظ. أبشر تفضل. أقرب مثال للحظ، طبعا الحظ له أركان وله طريقة، الأركان ركنين لا ثالث لهما. أولا الاعتماد على الله عز وجل وطلب التوفيق منه. اثنين، فعل السبب، فاسعوا في مناكبها، كلوا من رزقه، انتشروا في الأرض. هذه أركان الحظ، لا يمكن يكون حظ في الدنيا إلا على هالثنتين. نجي الآن كيف يطير حظك؟ يطير أيضا بجناحين، يطير بجناح المهارات والفرصة. بمعنى الآن السفارة الإسبانية طلبت أنه عندها وظيفة شاغرة، حد يتكلم إسباني، أنا أجيد الأسبانية، الفرصة مع مهارتي الإسبانية، التقت مع بعض. روتانا طالبين مذيع، جاء مذيع كفو واخذ الفرصة. احيانا تحصل العكس، تيجي الفرصة انت ما انت جاهز، او انت جاهز ولكن الفرصة لا بجد. هذا بشكل بسيط. نجي نبغى نأصلها دينيا، ابدا خذ عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يتحدث عن اهل الجنة ببساطة،
أحدهم حظه قوي جلس يسمع، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم يا عكاشة. جاء واحد ثاني يبغى يقلد عكاشة، قال له ادعو من، قال لقد سبقك يا هذا الحظ. أعطيك مثال آخر ليش هي تستخدم في الكورة، لأن أوضح مثال. أنت جالس وراء المدافع، وراء المدافع تربط جزمتك، فالدفاع ما انتبه لك ورجع الكورة بالخطأ، رجعها للحارس، هو ما هو تسلل الحين لأنه جت منه، أخذها وسجل هدف. إذا ضيعها نقول له حارد لك، إذا سجلها نقول قد لك. لأنه باختصار يا أبو يحيى الحظ هو عبارة عن فرصة تأتيك، وأنت قد تكون مستعد أو لمستعد، قد تستثمرها أو ما تستثمرها، هذا بشكل عام. أيوة، لكنها عشان بس نفك الجدلية هذه، الفرصة تأتيك بغض النظر عن استعدادك لها ولا يشترط استعدادك عشان تجيك؟ لا، إذا تبغى الحق هي تجي الفرصة كل يوم تجينا. طيب. الاستغلال يأتي إذا أنت ركبت الموجة واستغلت الفرصة صرت محظوظ، لأنه في طرح معين يقول أنه الحظ أو المصادفة بهذه الطريقة لا تأتي عبثا ولا عشوائية، وإنما تجي للشخص اللي أصلا مستعد لها، اللي فعل السبب. شوف، ليس هناك شيء اسمه عشوائي ومصادفة. ما نسميه مصادفة نحن بمنظارا، لكن الحقيقة إن الحين أنت يا أبو يحيى فكر، أنت كيف بدت علاقتك معي؟ ترى هو صديقك كلمني وقال لي تعال في دبي معي صديق، أنا ما كنت أدري من أنت، لا أعرفك طبعا بس ما كنت أدري من، فتعرفت عليك، كان بيننا حاجز فراغ، عبينا الفراغ، التقينا. بس اللي أقصد يا دكتور إنه الحظ ممكن يجي سواء باستعداد أو غير استعداد، وهنا اقتناصه بناء على الاستعداد. أحسنت. صح طبعا. حلو. الله عز وجل يوزعت الفرص بين الناس بالتساوي، هناك من، والشاعر ترى ضبطها، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. أمثلة كثيرة. شوف، نجي، هل الحظ يصنع؟ نعم يصنع. كيف؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك مثل الجليس السوء ومثل الجليس الصالح، من اللي يختار جلساء؟ وانت ولا هي جتي على راسك؟ مش انت تختار اصحابك؟ انت عاشرت العرفج، العرفج وين وداك؟ المكتبات، وداك مكتب الجرير، وداك لاصحاب شخصيات، وداك المثقفين، وداك النادي ادبي، صادقت واحد غير مسلك وغير هذا، وداك لعلمك الدخان و و و. اذا الحظ نتفق انه يصنع باراده الله عز وجل. لكن انا طبعا هذا الموضوع متوسع، وان شاء الله بنشره الاسبوع الجاي في عكاظ الخطوات العشرين. نجي لدوغلاس عشان ما ناخذ الرجال، لانه هو اللي فتح لي الباب الحقيقه هذا. شوف، هو كتب عاده الحظ بمعنى انه هو عاده زي عاده التدخين، عاده السار. ايش عاده؟ انك انت تبني مع الوقت. علي بن ابي طالب يقول شاركوا الحظوظ، بمعنى انه انت لو حظك ردي او حظك وسط زي السياره الخربانه اللي تجرها سياره قويه شويه تنتعها وتمشي. نجي يا حبيبي الى انتهينا من الفصل الاول. نجي دوغلاس ميلر، هذا رجال قاعد 20 سنة يشتغل في دراسة الحظ، وحنستعرض إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة كتاب كيف يحدث الحظ، لأنه اخترع في مختبر الحظ. الآن حط 20، أقرأ لك 20 بشكل بسيط. هو بدأ قال الحظ يعتقد البعض أنه قدر. نعم، القدر هو قدر، بس الحظ، ما هو الحظ؟ إنه أنا عازمك بعد الحلقة دي على العشاء، أنت أمامك خيارين، يا تروح يا ما تروح. لو رحت حيكون لك حظ، لو ما رحت حيكون لك حظ. ممكن تروح أنت معي ويقابلنا واحد وزير ويعجب فيك يقول أبغاك مستشار إعلامي لي. حظ ولا مو حظ؟ من اللي حركه أنت؟ تسأل الله الاستخارة. نجي للحظ، هو يقول لك هنا أشياء تجلب الحظ 20 عامل. أولها معرفة ما هو مهم بالنسبة لك. أنت تروح السينما، تروح السفر، تروح كذا، هذه مهمة أحيانا ما تهمني. أنا أحب القراءة في غير ما أحبها، هذا أول شيء في الحظ عشان تحدد. أنت لما تروح المكتب طيران وتسافر أول شيء يقول لك وين رايح، صح؟ إذا أنت ما تدري وين رايح فأنت لن تجد التذكرة، هذا الأول. اثنين، الشعور بالشغف والحيوية. أنت رايح وظيفة ما تقول أعرف حظي تعيس من يوم ما جابتني أمي وأنا تعيس، لا، أنت تروح للحظ وأنت تسابق الساعة فرحا وكأنك ذاهب الميعاد غرامي. ثلاثة، عادة الحظ تقتضي أن تستمر في تعليمك. واحد مصور عندكم زي الأبطال ذولا، تغيرت الكاميرات دي، جت كاميرات ديجيتال، قال لك لا أنا ما أتعلم، وين مصيره؟ حظه سار غير جيد. أنا ما أقول حظ سيء، أسميه حظ غير جيد. أربعة، عادة الحظ تقتضي أن تقتنع أن الفشل محطة من محطات النجاح. هذه عشان تواصل مسيرتك. أنا جيت قدمت على الروتانو مرتين ما قبلوني، المرة الثالثة قبلوني، ليش؟ لو ما كان في الثنتين ما وصلت للثالثة. خمسة،
أن تعرف قدراتك وما يمكنك العمل به خارج مهنتك، بمعنى ايش تسوي بوقت فراغك، لأنه إذا ما غذيت وقت الفراغ لن تغذي وقت العمل. شوف ترى هي أشياء بعيدة لكنها متصلة بالحظ. الرجل قعد 30 سنة هو يدرس الحظ وطلعنا الكتاب ذا. خطط لتعليمك، لا تخلي الأمور عشوائية، لا 30 ساعة في السنة تأخذ دورات تطوير. حتى مهما كنت الأمير الوليد لما سألته ليش تقرأ أنت وبيل جيتس وارن بافيت وأنت مغنية، قال أحمد العلوم تتجدد كل يوم لازم أجاريها. 5 حول خوفك إلى إشباع، هات لي أي واحد إلى إشباع. أنت الآن عندك خطاب جماهيري، ما قد لقيت خايف، الخوف ذا حول إشباع أنها تجربة، واو أبخوضها بجربها وكذا. إذا قلنا معليش دكتور عند النقطة هذه عشان تفهم للجمهور، إذا قلنا إلى تحدي توصل أفضل، إيه وتوصل أفضل تفضل. يعني والترجمة الحقيقة الكتاب هذا أنا لي عتب على جرير وجه أنهم يسمعوني، المترجم ليس بجودة الكتب الأخرى. طيب. 10 افهم قيمة العمل الذي تقوم به، افهموا بمعنى الله وظيفة، يجي واحد مرة يقول لي وظف لي ايش تبغى، اي شيء، ما شيء ما اللي ما يصلح لشيء لا يمكن يتوظف. انا عندي فراغ في العمل ابغى احد يملاه، والله انا مبرمج، انا مقدم، انا معد، انا كذا. 11 ان تكون طريقتك في التفكير بعقل متفتح، هذه اهم نقطة. تفتح الان، انت شايف الفضائيات وتتابعها، طالبين مذيعين، طالبين كذا، طالبين معدين، انا اقدم هنا واقدم هنا واقدم هنا واقدم هنا، ما اغمض عيوني واسكت وكان الامور ما تعنيني ابدا. حافظ على شغفك وحيويتك، هذا مهم. شوف هنا قلنا شغف، هنا حافظ. في فرق بين انك تنجح وبين انك تواصل النجاح. النجاح كله زي لما واحد يخفف وزنه، ممكن يخفف وزنه بشهرين، المشكله في الاستمرار، انك لذلك العلماء يقولون ليس صعبا ان تصل للقمه، الصعوبه ان تحافظ على صعودك في القمة. 13 ضع أهدافا كبرى ممكن تحققها، قلنا السنة الجاية يا أحمد حيكون عندي برنامج في رمضان، حاط هدف أنه بأي طريقة يتحقق. 14 ضع أهدافا صغرى قصيرة المدى، ليه؟ عشان تغذيك. إذا أنت بتنتظر السنة الجاية تتعب، لكن قلنا الأسبوعين هذه أبغى ألخص، أبغى أسوي دورة، أبغى كذا، أهداف قصيرة وطويلة. 15 عش اللحظة وفكر في الأشياء التي تستمتع بها، لأنه إذا ما عشت اللحظة حتتفكر، حتصاب بالملل. يقول لك وأنت تمشي بالسفر استمتع بالرحلة، طريق 6 ساعات، بعض الناس متوتر متناصر استمتع يا أخي، يمكنك قبل المدينة اللي توصلها بساعة تموت ويكون راحت عليك أنك ما استفدت. 7 وهذه أهم شيء في نظري، كون شبكة من العلاقات الاجتماعية اللي احنا نسميها الواسطة. هو ما سماها واسطة، هو يقول انه انت نوع الدوائر. انا الحمد لله عندي 6 شلل، شلة فكرية، شلة ثقافية، شلة إعلامية، شلة مهسترين وساخرين، وشلة ناس ما لهم علاقة في الحياة نهائي، يعيشون انه اليوم وبكرة رزقه يجي معه. هذولا بيعطونك إيش؟ التنوع، ويخففون التعصب عندك. أخيرا ما قبل الأخير، شارك الناس نجاحهم، وهذه أهم شيء أبو يحيى. ليه؟ لما صديقك يترقى بارك له، لأنك إذا حسدته حتيجي طاقة الحسد عليك وبعدين أنت تتوقف عندك، يصير في حائل بينك وبين النجاح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. شفت كيف؟ كلام علمي منهج. 20 وأخيرا، لا تنتظر الفرصة، ابحث لها. أبو يحيى ايش جابه من الشقيق؟ الفرص. ليش الرياض مغرية؟ بلد الفرص. لذلك أعقل الناس لا ينتظر قاعد عند عمود متين ينتظر الوظيفة تجي، لا اسعى مرة ومرتين وثلاث. والله أنا في الدكتوراه يا أبو يحيى قدمت على 130 جامعة، الجامعة 131 قبلتني، بس اللي كان يساعدني قال لي أحمد ترى حني لو ما مشينا 130 جامعة ما وصل الواحد. 130 كان يرفضون، لا شروط مدري، بعضها الملحقية ما تعترف فيها، كله له عيوبه، بعضهم يشترط. وصلت لمرحلة اليأس أنه خلاص؟ والله جاتني اليأس، بس هو لما تتذكر الكلام ذا، شوف يقول لك دائما إذا وصلت لمرحلة اليأس حط الهدف النهائي جنبك. يعني مثلا أنا لما كنت أخفف وزني كنت أتذكر أنه أنا بعد كم شهر حيكون وزني كذا، فيزداد حماس. ترى الإنسان يا أبو يحيى، الإنسان عبارة عن طاقات، طاقات بمعنى أنه لا يمكن تكون طاقتك واحدة، تمر بمطبات، يوم لك ويوم عليك كما يقول السلف. أنا إن شاء الله بدي أتوسع في الموضوع وألف لكم كتاب، وصدقني أنا أحط دليل، عندي 20 خطوة في تنمية الحظ، اللي جربها لمدة شهر ولا يتغير حظه أنا أعطيه تكاليف الكتاب. جميل، قراءة موسعة جدا، يمكن من أكثر القراءات الموسعة للكتب اللي عرضناها، وهذه القراءة ستتوسع أكثر في مقال الدكتور في صحيفة عكاظ. متى بينشر؟ قريبا ولا الأسبوع الجاي؟ الأسبوع الجاي.